أطباق على الهواء. أطباق على الهواء يأتيكم كل أربعاء بعد العاشرة صباحا مع السيدة صالحة. ومن إذاعة عند فريتي هوية دائما وفق برنامج أطباق على الهواء اللي راه يجيكم دائما كل يوم أربعاء. إذا البرنامج متواصل معكم دائما بالأربعاء من العشرة لعشرة ونص وبالجمعة من العشرة لعشرة. وصفاتنا أكيد راح تكون وصفات مناسبتية شتوية وفق الخضار والفواكه الموسمية. الوصفة الأولى راح تكون يعني وصفة الفطور الصباح ولا حتى قهوة العشية. بعدها نشوف وصفتين يعني كانوا طلب من طلبات المستمعات، راه الموسم تاع جني الزيتون، وبعدها الفلفل الحار المرقد. وأكيد تقدروا تواصلوا معنا مع بعض يعني رقمين الهاتفيين 27 50 12 12، 27 50 13 13. إذا نصف ساعة من الزمن دائما نقضيها وإياكن في المتعة والإفادة. ورايحين نبدا يعني الوصفة نتاعنا الأولى كما قلت عندي كيكة، يعني تكون القهوة الصباح ولا حتى قهوة العشية ولا حتى كتحلية بعد يعني العشاء ولا الغداء. الوصفة هذه رايحة تكون يعني كيكة ولا موسكوتو، ولكن بطريقة خلاف، رايحة تكون نستغل فيها الخضار ماشي الفواكه. رايحين نديروها بالبطراف، نعرفوا القيمة الغذائية تاع البطراف مش رايح يبان، نضيف نكهة للوصفة نتاعي، ورايح نغني ولا نغني عفوا الوصفة نتاعي بقيمة غذائية جد عالية ومش رايح تبان نهائيا. رايحين نشوفوا مسكوتو بالبطراف واللبن. بالنسبة للمقادير تاع الكيكة هذه، رايح نكون يعني ندير مقادير مضبوطة فقط بالكاس كيما نديروا المسكوتو. هنا عندي 3 حبات تاع البطراف إذا كانوا كبار، إذا كانوا صغار عفوا، إذا كانوا البطراف نعرف باللي حبة كبيرة وصغيرة، ندي فقط 2 حبات يكونوا كبار، تغليه في الماء ومن بعد تشديه وتقطعيه مرصوات. عندي قلت 2 حبات بطراف كبار ولا 3 يكونوا صغار. عندي كاس سكر عادي، وعندي كاس تاع البن ماشي حليب وماشي رايب، كاس البن ديما نختار نوعية مليحة، كاس تاع زيت، وعندي أيضا 4 حبات تاع البيض، 2 باكيات تخمارة تاع الحلوى، الملح ولافاني، ونزيد الزاز تاع القارص. البطراف يبغي قارص وتشينا يعني باه تطغى النكهة ما تجيش تبان. عندي أيضا 3 كيسان كبار تاع الفارينة، وعندي مغرفة تاع ماكلة كبيرة كاكاو من النوع الجيد، يعني كاكاو اللي يجي البني فاتح، ندي مغرفة منه. للتزيين عندي شوكولا مع الياغورت. نشوفوا طريقة التحضير ونعاودكم مقادير في نفس الوقت، يعني كما احنا نقولوا بلا عقل تكتبوا ما لعقلكم. اذا الكيكة هذه سهلة جدا وتجي يعني عالية بالبزاف وتجي ايبونج يعني الداخل خفيفة بالبزاف. هنا يكون عندي الميكسور يعني نديروا فيه العصائر، نحط فيه البطراف، نحط فيه البطراف اللي طايب ومقطع، نحط فيه البيض اللي قلت 4 حبات تاع البيض، ونحط عليهم الكاس تاع السكر والكاس تاع الزيت والكاس تاع اللبن. هذا السوائل كيما راهم نطحنهم مع بعض حتى يبدا عندي خليط يعني متجانس، يعني ما يباش البطراف نهائيا. قلت ندير 4 بيض، 2 حبات بطراف كبار ولا 3 صغار طيبين، نحط كاس سكر وكاس اللبن وكاس زيت، نطحن مع رشه ملح. بعد هذاك السائل نفرغه في بول، ونكون وجدت يعني في الصفاية 3 كيسان فارينة ومعهم مغرف تاع الكاكاو وزوج باكيات خمارة، نجوزهم كامل في الصفاية ونحطهم على هذا الخليط ونخلط بالمغرفة تاع الحطب، يعني نخلط من فوق للتحت. بعد في الآخر كامل نعطر نكه بالقشور تاع القارص. نكون درت في الأول لافاني، الملح والافاني دائما في الاول يمشوا مع البيض، ومن بعد في الاخير باه تقعد لي النكهه ندير يا اما زاز تاع القارص يا اما زاز تاع التشينا، ونخلط كامل مع بعض بالمغرفه. نتحصل على خليط، نشد السنيوه نتاعي مثلا سنيوه صغيره باه تجيك الخبزه عاليه، تلبسيها كامل بالزبده وتغلف فيها بورق الطهي. ورق الطهي شنو نوعيه مليحه، القاعده تلبسيها من بعد الاطراف. هنا باه نتفاداو هذيك المفاجات اللي تحصل لنا انه كامل واش تعبت الكيكه تاعي يعني تلصق لي في المول. احنا ماناش حابين نخسروا، حابين نديروا حاجه يعني بالطبع، ولا ديري يعني مول يكون مستطيل مدور مربع، دوك مدور من الاحسن. تخلي الكيكه تاعك لداخل الطيب في الفرن 180 درجه، تفاقديها كما نفاقدوا الموسكوتو، يخرج لك يعني الكيغدو تاعك ناشف ولا الموس. خليها تبرد شويه ومن بعد قلبيها نحيها. من بعد كي تقلبيها حتجي اللون تاعها هذاك اللون المخملي يعني الاحمر
مع 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 الكاكاو يعطينا واحد اللون يعني مخمل يعني بزاف شباب. تقلبي الكيكه تاعك بعد اللي تبرد وتوجدي لها غلاصاج. هذا الغلاصاج واش هو؟ تكون عندك شوكولا، شوكولا يعني عادي سوداء، ديريها ذوب حمام مائي، ومن بعد هذيك مثلا زوج بطاط شوكولا تاع 200 غرام يعني 100 غرام 100 غرام، ذوبيها حمام مائي، ومن بعد تضيفي لها كي ذوب خلاص زوج مغارف زيت تنحيها. والقاعده تقول في الشوكولا انه كل علبه تاع شوكولا ندير لها زوج مغارف زيت، القاعده في الحلويات كل علبه شوكولا كي ذوب زوج مغارف زيت، والنوعيه تتبدل تاع الشوكولا يعني تنقص ولا زيت الزيت. هنا بعد اللي ذوب الشوكولا تاعي نضيف لها نحيها من النار ونضيف لها علبه تاع ياغورت، يا اما طبيعي يا اما ياغورت ولا كريم ديسير شوكولا، دوك تولي ليكم. ونخلط بالمغرفه من الفوق للتحت، يبدا عندي كلاصاج. هذا الكلاصاج كي يهفت شويه نحطو على الكيكه ونذرذر عليها كاوكا ولا شي اللي كان عندكم، وتخليها تبرد في الثلاجه، توجديها من قبل وتخليها تبرد باه تقدري تقطعيها مثلثات بالطبع والشان. وهذه هي الكيكه، استغليت فيها البطراف وغنيت يعني افراد عائلتي بوصفة صحية مش راح تبان نهائيا. بصحتكم وبالتوفيق لكل الأخوات. إذا بعد اللي شفت الكيكة تاعي الأولى يعني كفطور صباح ولا تاع العشية، رايحين نشوفوا طلبات المستمعات. كان معنا طلب تاع الفلفل الحار المرقد، ومعنا الزيتون، راه موسم جني الزيتون، وكل عام في الإذاعة كل ما يجي وقت الزيتون نعاود، ولكن كل مرة ندير لكم إضافة. هذه المرة رايح نزيد لكم إضافة واحدة أخرى بالنسبة للزيتون، راه الموسم نتاعو. هنا كيفاه نرقد الزيتون نتاعي، كيفاه نخبيه؟ دوك كاين طريقتين. الى الزيتون تاعي هذا راني حابه ناكله يعني نستهلكه هذه الايامات يعني مثلا هذا الشهور هذو، عنده طريقه. والطريقه الثانيه اللي حبيت نخبيه عام مده عام، عنده طريقه ثانيه. دوك كيما اللي يبيعوا برا يعني الزيتون، يعني المحلات اللي يخدموا الزيتون ويبيعوه واجد، هذه الطريقه راح نمدها لكم هي الاولى اللي تصلح لك بالعام. تبعوني في الطريقه والتصبير تاعو راكم تعرفوه يعني كل عام نمدو لكم. هنا بالنسبه للزيتون نشلوه، دائما نشلل الزيتون تاعي تحت العين. وهنا عندنا ديك الطريقه انه كي ندير الزيتون نديرو يعني في الاواني تاع بلاستيك. هنا دوك نختار نوعيه مليحه، كاين جوده في البلاستيك، ماشي بلاستيك كامل اللي عندنا في الدار نديرو فيه، ولكن كاين جوده، كاين نوعيه نبحث عليها يعني كي نروح نشري، ولا مباشره ندير يعني في قراعي ولا بلاره تاع زجاج. راهم يتباعوا كبار صغار احجام، ماشي غاليين، تشريهم لسلامه الجميع فقط، هذه لصحه الجميع، انه ماشي فقط نصبر برك ومن بعد نهلك نفسي بالبلاستيك اكثر من اللي ننفع روحي بالزيتون. هنا نشد الزيتون نشلو مليح مليح تحت العين، هذا اللي نخبيه العام حتى العام الجاي. هنا نشدو ونديرو في العلبه اللي راح ندير فيها ونغمرو بالماء، ولكن الا حبيت نديرو مده عام ندير الملح، نحط الملح في الاول كيما الطريقه الاولى عادي، ولكن كي نحط الملح هنا غدوه من ذاك ما نروحش نجبد الزيتون تاعي نبدل له الماء حتى العام الجاي، نقولوا 7 شهور 8 شهور حتى كي نجي رايحه نتناول الزيتون. المهم هذا يقعد لي اقصى مده. الماده الحافظه اللي فيه الماء تاع الزيتون الاول هو اللي رايح يحافظ على الزيتون نتاعك. هذيك المروره كي تخرج دوك مع طيله العام مع الملح اللي راهو فيه رايح يعطيلك بنه، يطيب ويجي بنين ولكن ما يفسدش، لانه ما بدلتش الماء. اني نقول بلي الطريقه تاع اللي يصلح لي العام مدة عام ندير الزيتون ونحط الماء، ولكن العلبة اللي ندير فيها ما نخليش مكان للهواء، انه كي نغلق يكون الزيتون والماء قيسو قيس العلبة تاعي، ما يكونش مسافة فارغة تاع الزيتون ما بينه وبين الغلاق تاع العلبة، انه يكون كيما حنا نقولوا مكتظ الزيتون لداخل والملح كمية كبيرة تاع الملح والماء، ولكن ما نفتحش عليه نهائيا. هذا خلاص قررت باللي نخبيه للعام الجاي، لانه مثل اللي يقول دساس النعمة ما يجوع. اذا هذه هي اللي نخبيوها للعام الجاي، ما نفتحش عليه وما نحيش الماء الاول، يطيب فيه حتى نتجبدو. كي نتجبدو ذاك الوقت اللي حبيت نبدلو نبدلو الماء تاعو، ندلو ماء نقي ونزيدلو الملح. ولكن طريقة تاع العام هذه هي. دوك الطريقه اللي تعودتو عليها تاع دائما كيفاه ندير؟ هنا دائما الماء في علبه والملح والزيتون من النهار الاول،
ما كاش خلاص هذيك تاع ننسى الملح من الاول، نديرو من نهار الاول الملح، نقولوا يومين ثلاث ايام نبدل الماء وندير الماء والملح مجددا، الماء والملح كل ثلاث ايام حتى نشوف الزيتون طاب رايح يطيب لك يعني بسرعه، لانه المروره تخرج والملح يدخل، المروره تخرج والملح يدخل يجيك بنين، ولكن هذا مش راح تخبيه ثلاث اشهر ربع اشهر راح يعني يقعد معاك. قلت اللي نخبيه عام ما نبدلوش كامل الماء دوك هذا حتى نشوفه طاب، كل مره الماء والملح كي طيب نبدلوا الماء خلاص وندير الماء جديد وندير الملح وندير سنينة ثوم، ندير الحار، ندير الجزر يعني زروديه مقطعه، ندير قصبر حب، فلفل حب، راكم تعرفوا الشيء هذا. كيما نصبر عادي الزيتون، الزيتون نتاعي نصبروه عادي. من بعد كي نجي تقعد لي ديك مسافه صغيره نختمها بالخل، ندير الخل وخلاص نبدا ناكل فيه، يعني تقعد لي يومين يتصبر خلاص، عفوا تجبديه وتتناوليه يعني للغدا ولا للعشاء، ونعرفوا بلي زيتون تاع الدار يجي منين على تاع برا، وتصبريه وتتناوليه يعني من الوقت اللي طيب فيه. اذا هذه الطريقه اللي متعودين عليها. دوك تبقى لنا خطوه تاع الفلفل المرقد، يعني الفلفل الحار. الفلفل الحار اللي كان طلب تاع الاخت، انه سواء كان الصغير هذا كي يجي شباب كيما نشروه من برا، ولا الحار اللي يجي كبير تشديه تشليه وتنش فيه القطمير هذاك الراس اللي يجي فيه يعني هذاك الاغصان، تنقصي منهم وتحطيه في علبه، تحطيه خلاص في علبه. هنا القاعده اش تقول؟ العلبه تاع السجاج اللي تدي لك ريتلا يعني ليتره تاع الماء، تحطي الحار نتاعك هو الاول، تسبقي في الحار هو الاول، من بعد الماء نتاعي ديك الريتلا راني غليتها فوق النار راهي مغليه. القاعده تقول كل ريتلامه فيها ربع مغارف ملح يعني بومبي، ربع مغارف تاع ملح يكونوا معمرين، وريتلا تاع الماء. اذا حطيت الحار في علبه تاع زجاج، سواء ذاك الصغير ولكن ذاك الحبه تاع الحار ترفديها ودي لها شقه واحده بالموس، ماشي كامل يعني شق صغير فقط بالموس. قاعده تقول هاك انه تحطي الحار في العلبه تاع الزجاج، ومن بعد تحطي عليه ربع مغارف ملح، وتحطي ريتله تاع ما مغليه من فوق النار، وما تكونش مسافه تاع الهواء ما بين العلبه الغطاء تاع العلبه وما بين البلاره تاع الزجاج، يعني تكون مكتظه الحار لداخل، يعني يجي كامل ترصيهم حبه قدام حبه لداخل. تحطي الماء مغلي وتحطي الملح ربع مغارف وريتله تاع ما، وتحطي الحار لداخل كامل في العلبه. انا قلت العلبه اللي ترفد ريتله، وتغلقي ترجيها كيما راهي يعني بين يديك، تقلبيها على القفان تاعها وتخليها، ما تعاوديش تفتحيها، تخليها في المطبخ هذه 20 25 يوم تكون واجده. نتجبدوا الحار كيما اللي نشروه من برا، نفس البنه تاع الحار تاع برا، ما ندير حتى اضافات. الحار حبات صحاح كيما نشروه، خاصه كي يكون ذاك الحار الصغيور، الحبه تاع فلفل الحار يكون صغير، وتجبديه بعد 20 25 يوم. دوك انت وشوفي ولاحظي من بعد خلاص، يعني تستهلكوه مع لوبيا، مع عدس، مع لي سالاد، مع بيوري. راكم تعرفوا الحار احنا ما يستغناوش عليه، خاصه يعني في زمان الشتاء، وتقدميه لافراد العائله وتستغلي الحار تاعك ويجيك بنين بدون مواد حافظه. اول حاجه الماده الحافظه هي الملح، يعني وحاجه صحيه. ان شاء الله برك بالتوفيق لكم الاخوات، طلباتكم كانت على الراس والعين، وسبقت لكم يعني في الحار وفي الزيتون يعني المرقد، قلت لكم الطريقه تاع العام ها كيفاه تمشي، والطريقه اللي نستهلكها يعني بعد شهر ونكمل معها حتى 3 اشهر 4 اشهر يعني كيفاه نخدموها. اذا مدينا كيكه ولا وصفه ولا موس كوتشو بالبطراف واللبن كتحليه، ولا يعني بعد الغداء ولا بعد العشاء الافراد العائله، وصفه صحيه 100%. والان ما بقى لي نذكركم رقمين الهاتفيين 0 27 50 12 12، 0 27 50 13 13. اذا انطرونا كما عودتمونا باتصالاتكم الهاتفيه. اذا نفتتح اول اتصال معنا مكالمه ام مروه متيارات. صباح النور يا ام مروه. صباح الخير، صباح الخير اخت صالحه. واش راكي ام مروه؟ الحمد لله. واش راكم ناس عين دفنه؟ والله في نعمه، يسالوا كامل على الاستيارات. تفضلي ام مروه. احنا فينك ناس ياد كاع مسلمين عليك، وشكرا على وصفه الحار، بس احنا ما فهم اسكو نديروا الماء سخون ولا نسخنوه ونخليه يبرد؟ الماء غليه يوصل درجه الغليان، يعني يغلى، ومن بعد طفي النار وحطيه كيما راه. الا كانت العلبه تاع الزجاج وراكي خايفه عليها خليها فت غير شويه. او كما بما يخص الخل ما نديروش الخل، ما ديريش هذه الطريقه قلت لكم تقعد لكم ثاني تاع العام.
وإذا أمكن غير في عجالة وصفة البابا غير هالمقادير إذا أمكن نحتاجتها غدوة إن شاء الله. والله البابا إنه ما عنديش يعني وقت بزاف يا أم مروة للأسف، ولكن وقت لاحق نقدر نعاودها لك، ولكن وقتي الآن هاكي تعرفي وقت البرنامج. شكرا ونشكرك على الوصفات ودمتي متعلقة بكم إن شاء الله. شكرا لك يا أم مروة، شكرا.